صباح الخير اختي خالد. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك. لاباس بخير؟ الله يبارك فيك، اهلا ومرحبا، كيف الحال؟ لاباس الحمد لله تبارك الله عليك، ربي يخليك. الله يطول عمرك، مرحبا. شكون معنا؟ غير فقط الاسم. ناديه من بني ملال. لا لا ناديه، نهار كبير هذا. كي والله البارحه تنتصر باش يشد ليا كاع الخط. ما بغاش يشد، راه معاه كاع هذا الخط هذا ديما كنقولها لك، كنقول لي حشومه شي كدير مع الناس. ولكن الله ديما بغاش يسمع مني. حتى انا لناديه. نعم اختي. دابا الساعه تشير الى العاشره. يلا بسرعه بسرعه نقدم ان شاء الله حلوه الدلاحه. حلوه ديال الدلاحه؟ نعم. واخا. ناخذوا كيلو دلاحه، قطعي دلاحه قطعي وديرها في التمثيل وقدمها بصح الله. صافي سالينا. ان شاء الله ناخذوا كيلو ديال الكوك مطحون مزيان، لينا مسحوق مزيان. نعم كيلو ديال الكوك مسحوق ماشي غير فقط مطحون. نعم. نص كيلو ديال الشكلاط البيض. نص كيلو ديال الشكلاط البيض. وحليب نسلي. حليب مركز محلى. نعم نسلي. تشدوا مثلا طحنوا الكوك ونخلطوا مع داك كيلو ديال الكوك دايب. تنجمعوا بحليب نسلي بحال غير تنعاونوا به. يعني غادي ناخذوا كيلو ديال الكوك مطحون مزيان، غادي نخلطوه مع نص كيلو ديال الشكلاط. مع نص كيلو ديال الشكلاط بيض مذوب، غنخلطوه معكم مزيان، وغادي نضيفوا الحليب المركز المحلى شويه بشويه بحال كنجمعوا به. طيب غنحصلوا على واحد الخليط. نقسموا هاد سميتو على ثلاثة أقسام. واحد نخليه بيض، وواحد خضر، وواحد أحمر. واحد خضر، وواحد أحمر، وواحد بيض. طيب. نعم، ويكون عندنا الفيرميسيل داك بحال الشعرية ديال الشوكولا. ديال الشوكولا، نعم. نعم، وناخذوا بحال دابا شي دلاحة تكون من الفوق خضراء. ومن الداخل بيضاء، والباقي. يعني نديروا طبقات خضراء، وطبقة بيضاء، وطبقة حمراء من الفوق. الكرات نشدوهم نديروهم صغار كلهم حمرين. ونديروا فيهم داك الفيرميسيل. ونغطيهم بواحد طبقة من سميتو بالبيض. ونعاودوا نغطوه بطبقة أخرى بالخضر. نعم. ومن بعد ندخلوا دوك الكرات كاملين اللي غيكونوا عندنا بالخضر، ندخلوهم الثلاجة يشدوا ريوسهم مزيان. ونقطعوهم. وهي حليوة عندنا جاهزة. وهي عندنا دليل حيت ديالنا قدمين بصحة وراحة. كنحييك كثير نادية، شكرا لك على مشاركتك معنا.